نعم، متواجدة في مهرجان الشيخ زايد، أكبر حدث ثقافي وتراثي واحتفالي في دولة الإمارات، والذي افتتح أبوابه اليوم والمستمر حتى 9 مارس من العام القادم. فعلى مدار 114 يوما سيشهد زوار ومرتادي المهرجان الاحتفالات والبرامج الثقافية وأيضا المنوعة من خلال البرامج هنا والمنصات، وأيضا البرامج المقامة في الدول المشاركة التي تستعرض فيها ثقافتها ومنتجاتها وفنونها بامتزاج وتقارب بين هذه الدول، والتي تستعرض الجانب الماضي وأيضا الحاضر، إلى جانب طبعا التراث الخاص بدولة الإمارات والمتمثل في القرية التراثية التي تستعرض البيئات المتنوعة لدولة الإمارات، على سبيل المثال البيئة الجبلية والبيئة الصحراوية والبيئة البحرية والبيئة الزراعية. يتم عرضها والاحتفاء بها مع الزوار من خلال المنتجات والحرف اليدوية التي كانت تمارس من قبل دولة الإمارات وسكان دولة الإمارات. أيضا لا ننسى جانب الرياضات التراثية، هناك جوائز خاصة ومسابقات خاصة للاحتفاء بتلك الرياضات، على سبيل المثال جائزة زايد الكبرى الخاصة بالهجن العربية الأصيلة، وأيضا جوائز خاصة بالصيد بالصقور والتلواح وأيضا رياضات تراثية أخرى. نعود إلى اليوم، وهو اليوم الأول للمهرجان. سيكون هناك عرض للألعاب النارية، وهو سيكون عرض كبير مقام الساعة 10 ليلا، وأيضا إلى جانب البرامج المختلفة لكل من الدول المشاركة التي تستعرض اليوم بشكل استثنائي العروض الفنية والعروض الموسيقية الخاصة بتلك الدول.